الناجون من النار الشوقيون. هو في حد يعرف مين هينجى من النار؟ أكيد لا. خلونا نشوف مين هم الناجون من النار. يوم الأحد 16/9/1951 وفي قرية كحك بمحافظة الفيوم، حيث الريف والخضرة وبساطة حياة الفلاح. في القرية الهادية دي اتولد شوقي الشيخ. شوقي الشيخ الشاب المتعلم المثقف اللي اتخرج من كلية الهندسة، لكن يا خسارة، بدل ما يرد الجميل لقريته ويخلي قريته وناسها يستفادوا من علمه، يستفادوا من تعليمه، اتمرد على تعليمه واتمرد على أهل قريته واتمرد على أصوله الريفية الطيبة السمحة، وسلم نفسه لشطانه. كان متيم بحب السلطة والقيادة جدا، ولقى ضالته في انه ينضم للجماعة الإسلامية. شوقي الشيخ الشاب الطموح بزيادة قوي اشتغل مع الجماعة الإسلامية بنشاط، وكان بينفذ كل المهام اللي بيكلفوه بيها، لكنه فجأة وبدون مقدمات اتمرد على أمير الجماعة، لأنه كان شايف نفسه أفضل منه وأصلح منه، ما هو حب السلطة في دمه زي ما احنا قلنا. دخل شوقي الشيخ السجن واختلط بجماعات وأفكار شديدة التطرف، وبدأت المناظرات تحصل داخل الزنازين في السجن. وعكف شوقي الشيخ على دراسة أفكار جماعتين من أخطر الجماعات المتطرفة في الوقت ده، وهم جماعة التكفير والهجرة اللي أنشأها شكري مصطفى واللي اتكلمنا عنها قبل كده، وجماعة نجيب إسماعيل اللي هي التوقف والتباين. وللعلم إن كل الأفكار دي وكل الجماعات المتطرفة دي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، لكنه أضاف أفكار متشددة على أفكار الشكريين والتوقف والتباين، واللي كان منها ضرورة تغيير المنكر باليد، إعلاء مبدأ الاستحلال، بمعنى إنه اللي يتحكم عليه بالكفر فماله وعرضه حلال، وحط تحت عرضه دي 1000 خط. أي امرأة منتمية لجماعته لازم تسيب جوزها لأنه مرتد، والزواج من أي عضو في جماعته بتكون بدون شهور عدة، يعني بيخترع دين جديد. ولما خرج من السجن بقى عنده قناعة كاملة بالسلطة والمريسة، كان عنده رغبة شديدة جدا يكون هو الزعيم الأوحد، فكون جماعة سماها الناجون من النار، ونصب نفسه حاكم وقاضي وأمير على الجماعة، ومن خلال خطبه اقتنع بيه كتير من الناس جدا، وشافوا فيه هو المنقذ، هو الشجاع، هو المقدم، هو الجريء على تحدي النظام. واستغل حسن ظن بعض القيادات الإسلامية فيه فتجبر وفجر وفرض إتاوات على الناس، وعاش هو وأتباعه في الأرض ظلما وفسادا، سرقة، فرض ضرائب، فرض إتاوات، لحد ما شوقي خياله المريض صور له إنه بعت رسالة لرئيس الجمهورية بيساوي نفسه بيه. وكل ده ليه؟ عشان عارف يفرض سيطرته على قريته. اعتقد إن فرض السيطرة على قرية زي فرض السيطرة على دولة. بعت رسالة لرئيس الجمهورية بيديله فيها تحذير وتهديد إن اللي مش هيدخل تحت طاعة شوقي ويعلن البيع عليه فعليه دفع الجزية، واللي مش هيدفع الجزية معنى كده ان في حرب ودمار وخراب للديار على مصر كلها. دخل شوقي في صراع شديد مع الجماعة الإسلامية، وعاش حالة من الغرور والغطرسة لدرجة انه دخل في صراع مع الأمن، ومش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، دخل في صراع مع الأمن أكثر من مرة، وعمل مصيبة شديدة انه اغتال ضابط مباحث امن الدولة في الفيوم وهو المقدم احمد علاء في 4/3/1992. واللي زود غروره وغطرسته انه كلف جماعته تطلع فوق اسطح البيوت عشان تمنع اقامة اي سرادق او اي صوان عزة، وحرق اي صوان موجود او يقام،
وعلى الرغم من أهل قريته كانوا دايماً واقفين جنبه وكانوا دايماً بيحبوه لأنه عمل أكتر من عمل خيري زي أنه أنشأ وحدة صحية، إلا أنه تعاطف ده راح بعد جبروته اللي زاد في قتل كل من يخالفه وفرضه الضرائب والإتاوات ونهب المحلات التجارية. لكن مفيش صوت بيعلى عن الحق والعدل والقانون، وكانت النهاية لما اتحركت الدولة للقضاء على شوقي وجماعته. وأخيراً وقع الطاووس المغرور، وقع شوقي في الشبكة، كانت وقعته هي الأخيرة زي ما بيقولوا كده، وقعت الشاطر بألف. وبعد مواجهة عنيفة تم قتله هو و15 واحد من أتباعه، وبسقوط شوقي مقتول سقطت معاه كل الأقنعة وكل الوشوش المزيفة. شوقي سقط، لكن مصر أبدا لم ولن تسقط، أهلها في رباط إلى يوم الدين. ودي كانت حكاية من حكاياتنا في فخ نزار. استنوني.